النهاردة هنشوف فيديو عن صراع الحيوانات في الغابة، وإزاي الحيوانات الكبيرة بتفترس الحيوانات الضعيفة الصغيرة، والخناق بين الأسد والضبع والزرافة والتمساح والبقر والزرافة، الحاجات دي كلها في الغابة. وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، لو انتوا قلوبكم ضعيفة ما بتقدرش تستحمل المناظر دي، عشان هتبقى مناظر مش كويسة، صعبة قوي قوي، الحيوانات بتاكل في بعض، بلاش احسن من الاول. معاكم هنا من امريكا في قناة ست الحسن، وانا عندي فيديوهات حلوة قوي عن الاكل، وعن قصص حلوة قوي قوي للاطفال، لو عندكم اطفال ممكن يتفرجوا عليها. واتمنى لكم مشاهده ممتعه، وزي ما قلت لكم لو انتم ما تقدروش تتفرجوا الحاجات دي عشان حاجات صعبه، بلاش تتفرجوا عليها، لا انتوا ولا الاطفال طبعا. اوكي، انا هسيبكم تتفرجوا على الفيديو.